بيّنت دراسة أن حوالي 46% من الشباب العاملين يستخدمون أكثر من واسطتي نقل للوصول إلى مكان السكن من مكان العمل، وإن 39% منهم يستخدمون أكثر من واسطتي في هذه الرحلة اليومية، حيث تقدر تكلفة أجور النقل 46% من متوسط الرواتب للعاملين في بعض مناطق المملكة. مواطنون قالوا إن تكلفة أجور تنقلهم إلى أماكن عملهم فقط كبيرة، وتقدر بأكثر من 46% من مجمل راتبهم مقارنة مع دخلهم البسيط. إذا أنتم حاسبينها إنه الراتب، أنا بفضل إنه بقول إنه أقل واحد بده كل يوم من 5 إلى 6 دنانير أجرات داخل من جرش لعمان مثلا بس، أو من إربد، وها بده أكثر. ولا راتبي رايح للكهرباء. المواصلات، إحنا نحكي عن المواصلات. المواصلات زي أنا مثلا سكان عمان، أهلي سكان إربد، قاعد كل أسبوع تزور حشتي. كل أسبوع بدك 10 ليرات، غير إنك تاخذ أغراض معك إذا لك بدك يعني بالأسبوع 50 ليرة. تخيل يعني 50 ليرة، المواطن الأردني لازم دخله الشهري أقل إشي 1000 دينار عشان يغطي احتياجاته. يعني زي مثلا ما أخذ، أنا ما عنديش سيارة، أنت رخصت البنزين ورخصت الديزل، طب جرت الغاز إيش ما رخصتها؟ هو الكل عنده سيارات، كل المواطنين الأردنيين لهم سيارات، هم ما عندهم سيارات صح؟ فما تنزل جرت الغاز، ليش نزلت الديزل والبنزين؟ ماشي نزله مش مشكلة، نزله نزل جرت طريق بس. والفقير واللي ما عندهوش، يعني انا بعرف في زملاء، يعني اصحاب لي بيداوموا بالتربيه، بيداوموا هون بعمان وهو من عجلون على فرضا، يعني في منه واحد ساكن بعجلون وهو هون بيداوم بعمان، بدفع شهري 150 دينار اجار مواصلات. الشعب الاردني كلياته معتمد على الراتب، والراتب بروح مواصلات، والبنزين بيرتفع، لما بيرتفع بيزيدوه، لما بينزل ما بينزلوش. هاي شغله بعرف شو 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 لها حل. الحل الارتفاع موجود، لنزول ما فيش نزول على السريع، لما بيرتفع شغله بيرفعوها، بنزلوا لا مستحيل ينزلوا. والله انا يعني شو بدي اقول لك، يعني هو اكثر من هيك كمان اصلا، يعني اكثر من 60% رايح من راتب الموظف للمواصلات، يعني الرواتب عدم، يعني بقدمناش خبز بالعربي، يعني ان صار في تاكل بالرواتب، رواتب الموظفين ورواتب العاملين، يعني بتروح ارتفاع اسعار، يعني شو يعني 250 ليرة أو 300 ليرة للفئة الثالثة، شو بدنا نقدم؟ شو بدنا نقدم للعالم؟ يعني بعرف إنه كل رواتب الموظفين راح أجور، وخصوصا يعني اللي عندك الرواتب الحد الأدنى متدني، يعني 190 ليرة ما بيكفوا من مرة، يعني لازم يرفعوا فوق ال 250 ولا 300 حتى، لازم تقدي. الحياة صارت غالية جدا جدا، يعني واحد الأيام قبل فترة قبل الأحداث سورية كان البيت بتاخذ أحلى بيت 100 دينار، الوقت الحالي 250 و300 دينار، والراتب لا يتجاوز 300 دينار. اللي عنده طلاب جامعة الله يعينه، اللي عنده طالبات جامعة الله يعينه، واللي ساكن في الأجار الله يعينه. ويبقى المواطن حبيس تهالك الدخل الشهري في ظل ارتفاع تكاليف النقل والسكن والمشرب، فكم تحتاج الحكومات لإيجاد حلول من شأنها أن تخفف على المواطن. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.